أعزاء شوط الختام، شوط الوداع ينطلق على بركة الله تعالى وتوفيقا منه. انطلاقة شوطنا 13 للأبكار المحليات إلى صايلي سن الإذاع، مسافتنا هي 6 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى الشاهينية. تعود الملكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. محمد بن عبد الله بن دبيلة من يتولى عملية التدريب والتضمير. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني، ورا هنا البيدة. تعود الملكية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. سعيد بن مبارك الوهيبي يتولى عملية التضمير. النقلة المباشرة مع المركز الثالث والتقدم الممتاز هنا من الحذرة لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. الدور دور المركز الرابع، وحان دور الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي. سهيل بن سالم بن سهيل العامري يتولى عملية التضمير. خامس المراكز الطيارة، تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيق الرميثي من يتولى عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز السادس وإلى الظبي لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. النقل المباشرة مع سابع المراكز، ورا التقدم هنا والوصول من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. سعيد بن سالم النيبي يتولى عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز الثامن، ورا حشيم لهجن الرياسة صالح بن سعيد بن العرق المري من يتولى عملية التضمير. الدور دور المركز التاسع، وتتقدم هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. محفوظ بن خميس النيبي يتولى عملية التضمير. المركز العاشر مشهورة لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يتولى عملية التضمير. هكذا النداء الأول اكتمل لهذا الانطلاق ولهذا المسار ولهذا الشوط، هو شوط الختام. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، مع المركز الأول البيدة. مشاهدينا الكرام، هي من تسيطر بمقدمة الشوط وتنطلق مع المقدمة. تعود الملكية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي، ولكن التسلل مسموح في هذا المجال هنا من تتسلل الحذرة إلى هجن الرياسة إلى مقدمة الشوط، ومرافقة هنا من الظبي من ترافق الحذرة مع الصدارة ومع المقدمة. أتى بشوط أتى بالشوط الأول شوط البداية، وينطلق بشوط الختام هنا المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، يرافق انطلاق الحذرة ويرافق انطلاق الظبي بعملية التدريب والتضمير على الصدارة والمقدمة. المركز الثالث البيدة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي يتولى عملية التضمير. وصول مع رابع المراكز هنا الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي. سهيل بن سالم بن سهيل العامري يتولى عملية التدريب والعناية التامة. وصلت هملولة مع المركز الخامس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. محفوظ بن خميس النيبي يتولى عملية التضمير. انطلاق مميز هنا من الطيارة لسمو الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيق الرميثي، ولكن وصل المميز. تنطلق مشهورة لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد آلخ يلي يتابع هذا الانطلاق لمشهورة يتولى عملية التضمير. غيرت مباشرة هنا وانطلقت مع المركز الخامس المركز السادس الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. محمد بن عبد الله بن دبيلة من يتولى عملية التدريب والتضمير. المركز السابع انطلاق هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. محفوظ بن خميس النيبي يتولى عملية التضمير. وصول من الشاهينية تنطلق هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. فيصل بن طالب بن شريم من يتولى عملية التضمير. تنطلق الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. سعيد بن سالم النيبي يتولى عملية التدريب والعناية التامة. نعود مع البداية،
نعود مع المقدمة، نعود مع الحذرة، الحذرة مشاهدينا الكرام والظبي في صراع الأبطال بالقيادة والصدارة ومقدمة الشوط والمركز الأول، المملوكات لهجن الرياسة، المتابعة والعناية والمرافقة من المستحيل. راشد بن محمد بالسم المنصوري ينطلق هنا بالظبي وينطلق بالحذرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثالث انطلاق من الطيارة، تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يمعى بن عتيق الرميث المحترف، وصلت هملولة وانضمت مشاهدينا الكرام وتنطلق مع المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. محفوظ بن خميس النيبي يتولى عملية التضمير. المركز الخامس تنطلق البيدة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. سعيد بن مبارك الوهيبي يتولى عملية التضمير. شوط الختام، شوط الوداع لهذا المساء، لهذا المسار والانطلاق. مشهورة مشاهدينا الكرام تنطلق هنا وتتقدم من مركز إلى مركز لهجن الرياسة المميز. ذلك من يتابع الانطلاق مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، وصول من الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب. سعيد بن سالم النيبي يتولى عملية التضمير. 1200 متر يفصلنا عن خط النهاية. وين الصدارة؟ هناك، هناك الانطلاق، هناك المقدمة، هناك الإبداع. يا سلام يا سلام. الحذرة مشاهدينا الكرام مع البداية، الكيلومتر الأخير مرافقة من الظبي للحذرة مع الصدارة بشعار هجن الرياسة بمتابعة وتضمير مشاهدينا الكرام. المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، شوط الوداع المستحيل، شوط الختام المستحيل. يا سلام يا سلام يا سلام. الظبي مشاهدينا الكرام والحذرة هي من تعلن الإبراز مع المقدمة مع المركز الأول. يا سلام في هذا الإبداع، في هذا المساء. الحذرة، الحذرة لهجن الرياسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري، بو محمد يتابع انطلاق الحذرة مع الانطلاق الأول. المركز الثاني الظبي لهجن الرياسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري المستحيل مع المركز الأول والثاني. الأول مشاهدينا الكرام الحذرة والثاني الظبي، ولكن هنا البيدة تتقدم لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. سعيد بن مبارك الوهيبي يتولى عملية التضمير. انطلاق من الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب. سعيد بن سالم النيبي يتولى عملية التضمير. أعود مع البداية، أعود مع المقدمة، أعود مع الظبي. يا سلام. والحذرة، الحذرة، الحذرة والظبي كلهن مشاهدينا الكرام في مقدمة الشوط في الانطلاق الأول. يا سلام. الحذرة، تهانينا والناموس لهجن الرياسة وإلى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. أسعد الله مساك، أتيت بالشوط الأول وتأتي بشوط الختام. تهانينا لهجن الرياسة بالمركز الأول والثاني، وللمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري المركز الثالث. البيدة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان المركز الرابع. الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الخامس. الشاهنية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. ولكن شوط الختام، شوط الوداع، تنال شرف الناموس الحذر لهجن الرياسة بالمركز الأول والثاني. هاي أمامكم الإعادة. تهانينا لك المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. معلنات الفوز والناموس والانتصار. هاي أمامكم التوقيت الزمني 9 دقائق مشاهدينا الكرام، بلا شك 18 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. الظبي من تحتل ثانيا لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. التوقيت الزمني المركز الثاني، يا مخرجنا عطنا المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الكرام الظبي لهجن الرياسة والمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. 9 دقائق 18 ثانية، 9 من الأجزاء. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثالث البيدة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. تهانينا لسعيد بن مبارك الوهيبي. وفي انتظار المركز الثالث، هاي أمامكم 9 دقائق 20 ثانية وفاء وتماما. تهانينا والناموس لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، وإلى سعيد بن مبارك الوهيبي تهانينا والناموس للجميع.